بنكون قاعدين بالعيادة بيجينا المريض خير إن شاء الله شو عم تشكي؟ لا والله مشي جاي أنا غسل دينتي شغلة روتينية بعملها كل فترة يعني هيدي هي الحل السحري هو بيعتبرها بهالحالة نحن لازم مريضنا نفهمه شو عم بيصير عنا إنه هيدا بده يكون في عندي عوارض بده يكون في عندي ضعف بالسمع بده يكون في عندي تسكير بالدينة لأنه هيدا الصمغ له فوائد كتير فوائده بتشيل الشوائب بتشيل الوسخ من الدينة هي مهمتها إنه تحمي هالدينة هيدي طيب بهالحالة إذا عن جد نحن بدنا غسيل ساعتها طريقة بسيطة جدا فينا نغسل إياها عنا بالعيادة هو قاعد عنا بشغلة 5 دقائق 10 دقائق نغسل له دينته هيدا هو كل الحل بس لازم يكون في عندي سبب لازم يكون في عندي قصة لازم يكون في عندي أعراض إذا عندك أي تساؤل الدكتور نضال صبري أخصائي أنف وأذن وحنجرة مركز ماربل بلس الطبي شكرا لكم.